محمد سالم باسن دوت سياسي يمني مخضرم لمع اسمه مؤخرا مع تصاعد الاحداث في اليمن. باسندو الذي خرج من رحم النظام والتحق بالمعارضة خلال السنوات القليلة الماضية مع تصاعد الأحداث، وكان في آخر منصب له مستشارا للرئيس، وقد أصبح من أكبر رموز المعارضة السياسية، وأضحى أحد القيادات الفاعلة التي قادت المفاوضات مع السلطة خلال السنوات الثلاث الماضية. باسندو الذي ينحدر من المحافظات الجنوبية ولد في مدينة عدن العام 1935. اعتقلته سلطات الاحتلال البريطاني في عدن مرتين في عامي 1962 و1967، لكن لم يمكث رهن الاعتقال طويلا، وفي المرة الأخيرة أبعد من عدن إلى الخارج. كان عضوا في قيادة حزب الشعب الاشتراكي منذ تأسيسه في عام 1962، وقام بتمثيله في عدد من الأقطار العربية. ساهم في شرح قضية الجنوب اليمني المحتل أمام الأمم المتحدة. تولى باسندو في الجمهورية العربية اليمنية شمال اليمن سابقا مناصب وزارية ودبلوماسية عدة، رئيس لجنة الحوار الوطني منذ مايو عام 2009، وهي إحدى تكتلات المعارضة اليمنية. مع تفجر الأوضاع وتصاعد الاحتجاجات ضد نظام صالح، تم انتخاب باسندو رئيسا للمجلس الوطني لقوى الثورة في أغسطس عام 2011. ترأس باسندو وفد المجلس الوطني الذي قام بجولة مكوكية في دول الخليج العربي قبيل توقيع المبادرة الخليجية، وكان أحد الموقعين الفاعلين عن المعارضة في المبادرة وآلياتها التنفيذية.